بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. يا أمير القضاء كيف استحلت، يا أمير القضاء كيف استحلت. أبا عبد الله شو يقول للحسين عليه السلام؟ يا أمير القضاء، يا أمير القضاء كيف استحلت جاريات القضاء منك الحرام. وأنت أمير القضاء كيف؟ يا أمير القضاء كيف استحلت جاريات القضاء منك الحرام. وأبو البيض والقنا رب ولد، وأبو البيض والقنا رب ولد قد عصت والدا كريما هماما. أنت أبو السيوف وأبو الرماح، فالسيوف والرماح شلون تقتلك؟ يقول طبيعي بعض الأولاد يعقون آبائهم. شلون كلام؟ شوف شلون كلام. يا أمير القضاء، يا أمير القضاء، يا حسين يا أمير القضاء، كيف استحلت جاريات القضاء منك الحرام. وأبو البيض والقنا رب ولد قد عصت والدا كريما هماما. إن دهرا أخنا عليك لدهر أبا عبد الله، إن دهرا أخنا عليك لدهر عيرته الدهور عاما فعاما. إن دهرا أخنا عليك لدهر الدهور عاما فعاما. لست أنسى كرائم الوحي، النساء الأطفال، لست أنسى كرائم الوحي أضحت حائرات لما فقدنا الكرامة. أي رزء من المآسي تقاسي في قلوب أذكت بهن أوى. نهب رحل هم فقدهن حسينا، والله حسينا وبني غالب هما من هما ما. نهب رحل، نهب رحل هم فقدهن حسينا، وبني غالب هما من هما ما. وإذا حن في السبايا، وإذا حن في السبايا يتيم جاوبته أرامل ويتام. وإذا حن في السبايا يتيم جاوبته أرامل ويتام. وأمين الإله في الأرض بعد السبط أضحى مقيدا مستضى. وأمين الإله في الأرض بعد السبط أضحى مقيدا مستضاما، مستضاما مستضاما قيدوه من حلمه. قيدوه من حلمه بقيود، رب حلم يقيد الظرف. لو ما عنده حلم ما يقدرون، والله دعاء واحد يشيلهم هم وأسيادهم، بس هو حليم.
قيدوه من حلمه بقيود رب حلم يقيد الضرغام يقيد الضرغام. يا بني خير والد يا آل محمد يا بني خير والد ليت عينا ما بكتكم تسهدت لن تنام. يا بني خير والدين ليت عينا ما بكتكم تسهدت لن تنام لن تنام ولن حادي النياقي يقول يلب الخدير معروف ولن حادي النياقي يقول يلب الخدير معروف ما واحد خيال جان يبت المرتضى يشوفه. شو تقولين يا اخت حسين راح نروح ويامي الخدر راحت زينب سمعت وصاحت عتبه وليل عدونا حتنا عقب الخدر يردون للكوفة الودون. اي والله للكوفة يودون انا عقب الخدر لني ذليل ما بطل الراس وطوف ببلدة الكوفة وتتفرج علي ولن الواد يقولون هاي اختي البطل عباس ولن الواد ليش ما تقرون وياي ولن الواد يقولون هاي اختي البطل عباس صحت يا ضمة الهضمة عقب الخدير والحشمة علي الناس ملتمة وينجدوني عن الوليان واسكت مين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إنا لله وإنا إليه راجعون. إحنا في هذه الفقرات من آخر دعاء لسيد شباب أهل الجنة صلوات الله وسلامه عليه. يقول سيد الشهداء التفتوا لي أرجوكم، يقول الحسين أدعوك محتاجا. البارحة قلنا ذن الفقرات يوم قلناهن البارحة. أدعوك محتاجا وأرغب إليك فقيرا وأفزع إليك خائفا وأبكي إليك مكروبا. يقول الحسين وأستعين بك ضعيفا وأتوكل عليك كافيا. هذا آخر ما دعا به سيد الشهداء عليه السلام. قلنا إيش نستفيد من ذلك؟ البارحة بدينا بالجواب بس ما كملنا، الليلة أريد نكمل. بالله التفتوا لي أرجوكم. البارحة قلنا الدعاء بشكل عام بعدة مداليل، ودعاء الحسين بعد بشكل خاص كما سأبين إن شاء الله تعالى. تفتولي خو شنو مداليل الدعاء بشكل عام؟ البارحة بينا كم مدلول يوم ما بينا، بينا يذكرون الشباب يولا، بينا واحد المدلول الفطري المشار له بقوله تعالى فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم شنو يشركون. هسه ليش لما يروحون للبر إذا هم يشركون؟ قلنا الجواب الإنسان عنده ميل فطري وعنده ميل طبعي، أحسنتم طبعي. فالإنسان من يخلص من الخطر
مع الأسف ميل الطبعي بعض الأحيان يغلب ميله الفطري، يعني يتجه إلى الأسباب وينسى مسبب الأسباب جل وعلا. خو الدعاء يبين فقر الإنسان إلى الله، فبي مدلول فطري، احتياج الإنسان إلى الله. وهنا أنا أمامكم سيد الشهداء يقول محتاجا، يقول فقيرا، مكروبا، هاي قدامكم بعد الحسين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، كلكم فقراء إلى الله، الناس كلهم فقراء إلى الله تعالى. خو هسه هذا المدلول، أو طبعا نقدر نبين الأمر بشكل آخر، أنتوا ياي ولا نقدر نبين الأمر بالمدلول الأول بشكل آخر. نقول الإنسان عادة يكون مستهلك بالدنيا، طبعولي لما يجي خطر، هسه الخطر مرة مرض، مرة فقر، مرة موت، ابتلاء، ايش مدريني خطر، بعد لما يحس بالخطر يلجأ إلى الله، لما يروح عن الخطر رب العالمين يزيل عن الخطر يرجع شنو للدنيا. هاي فد مشكلة، هاي فد مشكلة. إنسان يكون يسيطر على روحه يبقى متوجه إلى الله في السراء والضراء. هذا المدلول الأول. المدلول الثاني عبرنا عنه مدلول تعبدي وعبادي، صحيح ولا؟ قلنا الإنسان يريد يعبد الله بعقله، يريد يعبد الله بقلبه، يريد يعبد الله بجسمه. هذا عبادة الفكر ينزلها من خلال اللسان، أحسنتم. قلنا هذا المدلول الثاني يترتب عليه مدلول ثالث، والبارحة ما توقفنا حتى الوقت ما يخدرنا، واي عندي حكي. قلنا هذا المدلول الثاني ينزل ما في فكره على لسانه من خلال لسانه فيدعو الله تعالى. قلنا هذا يولد مدلول ثالث وهو المدلول التفاضلي، يعني من خلال ما ينزل من فكره راح نعرف درجة الإنسان العلمية، سعة شهوده، مقدار شهوده، طاقة الاستيعابية، درجة فكرة، معرفته بالله من خلال ما يقوله. والمرء مخبوء تحت لسانه كما يقول علي عليه السلام، صح يولا؟ خو من خلال الدعاء نعرف أقدار الناس ودرجات علم الناس. هذا جبنا عليه شاهد البارحة، وجابنا إلى أمر آخر وهو أصلاً أدعية الأنبياء في القرآن بحد ذاتها تدل على مقدار شهود ومعرفة والدرجة العلمية حتى للشنو؟ حتى للأنبياء. والبارحة بينا موسى سأل نبينا لم يسأل، شنو الفرق؟ إبراهيم سأل نبينا ما سأل، شنو السبب؟ البارحة بينا يوم ما بينا، فبينا البارحة قلنا هذا راجع للدرجة العلمية ومقدارها. خو انتبه انتبه، البارحة قلنا مثلا نوح كان يعتبر الدعاء شنو؟ سلاح، أني مغلوب فانتصر من هذا الدعاء. البارحة قلنا إبراهيم ومنه وزكريا خرق النواميس الطبيعية من خلال شنو؟ الدعاء. فإبراهيم الحمد لله الذي وهب لي على الكبر من خلال الدعاء، وهكذا زكريا زوجته كانت عاقر وهو اشتعل الرأس شنو كبير، يعني حسب الظروف الطبيعية ما يصير طفل، امرأة عاقر شو صار على طفل، ما يصير طفل، ولكن من خلال الدعاء اجى الطفل يوم ما اجى. هنالك دعا زكريا ربه. هنا أنا وقفني شيء البارحة، قلت لكم بكرة أسولف بيه الوقت ما يكفي، وهو لذيذ وجميل. شنو ذا تتذكرون؟ هنالك دعا زكريا، ثم تقول آية فنادته الملائكة. رأساً قالوا له جاك طفل، جاك الولد، مو فشي رب العالمين ماكش يقف أمام قدرته، جاك الولد، تريد ولد جاك ولد، ما عندنا مشكلة. تبه لي هاي هنا فنادته الملائكة ذكرتني بشي أرد أقولكم إياه الآن. البارحة أنا ذكرت ثلاث عناوين إذا تذكرون، قلت لكم بكرة أسولف لكم بيهن. الآن خلنا نبدأ. شوفوا إخواني هاي الأرض، الله كلش باعولي شباب مروتكم، هاي الأرض تجرى عليها أحداث يوم ما تجرى عليها أحداث، على مستوى الفرح وعلى مستوى الترح الحزن. يعني أنت الآن روح المستشفى الولادة تشوف ناس تهلهل، وبنفس الوقت كمل مستشفى الولادة روح للمغتسل تلقى ناس شنو تبكي، منا ناس جاية
وبنفس الوقت منا ناس هم شنو رايحة وحدان، هذا حدث وذاك حدث، هذا فرح هذا حزن، هذا مرض هذا زلزال، ذاك مطر شديد بحيث غرقت المدينة، أحداث أشكال وألوان. الكرة الأرضية كل ثانية يمر بها كم حدث، أشكال، هذا اندعم ذاك ما أدريني، أشكال وألوان الأرض تجري عليها شنو أحداث. هاي الأحداث أكو جوامع تجمع فيما بينها يوم أكو، لا تستعجل بالجواب حاشي بي صعوبة شوية. هاي الأحداث أكو جوامع تجمع بينها يوم أكو، جواب نعم، والجوامع متعددة، من هذه الجوامع ما يرتبط بالآية، فنادته الملائكة الجامع الزماني. الجامع شنو؟ الزماني. زين شلون جامع الزماني؟ جامع الزماني من خلال ثلاث موارد. المورد الأول ما يعبر عنه بالمصاحبة، والمورد الثاني ما يعبر عنه بالتعقيب، والمورد الثالث ما يعبر عنه بالتراخي. شنو؟ انتبه لي أرجوك، انتبه لي. أما شنو؟ المصاحبة، أحسنتم، المصاحبة. حدثين يجريان، حدثان يجريان، والحدث الأول والثاني أحدهما مصاحب الآخر بالوقت. حدث ينصارا، الجامع بيناتهم أنه صارا بزمان واحد، فنعبر عنهم شنو؟ يعني اللي جمع بيناتهم شنو؟ المصاحبة، بعد المصاحبة الزمانية، المصاحبة شنو؟ الزمانية. هسه هذا القرآن ذكره نعم، ودخل معه السجن فتيان، ودخل معه يعني دخول يوسف للسجن حدث يوم حدث، حدث لما اثنين دخلوا وياه صار اكو مشترك بين الحدث يوم اكو مشترك، اكو جامع بين الحدث يوم اكو، اكو جامع، وهو شنو؟ انه اثناء دخول اثنين هم شنو دخلوا وياه وين؟ للسجن. هو حدثي وحدثان، حدثان بس اللي يجمع بياناتهم شنو؟ المصاحبة، أنه حدث في زمن واحد، ودخل معه السجن فتيان، معه معه نفس الوقت. بس هذا جامع، والجامع موجود بالقرآن يوم ما موجود؟ ها؟ موجود، موجود أمامكم الآية بعد تردون، موجود في القرآن الكريم. خب أكو جامع آخر زماني، وهو شنو عبرنا عنه من بعد المصاحبة؟ التعقيب. التعقيب شنو؟ حدثان يجريان بس واحد ورا الثاني، واحد شنو؟ ورا الثاني، الأول نفس الوقت ينات، أما الثاني واحد بعد الثاني، بس واحد بعد الثاني ماكو بيناتهم مهلة طويلة، وإنما هذا حدث مباشرة حدث وراء شنو؟ الحدث الثاني، فأكو بياناتهم مدة طويلة يوم أكو، ما هن واحد وراء الثاني بس المهلة بياناتهم شنو؟ مو طويلة. آية زكريا شاهد على هذا المعنى، هذا الجابني الموضوع ذكرني به. شلون؟ هنالك دعا زكريا ربه فنادته الملائكة، هنا نادته الملائكة بعد فترة طويلة لو مباشرة، مباشرة هو الحدث الثاني بعد الأول، يعني نداء الملائكة بعد شنو؟ بعد طلب زكريا، ولكن أكو بيناتهم مسافة زمانية طويلة يوم أكو تعقيب، مباشرة نادته الملائكة جاك الولد. وهذا جامع آخر بين حدثين من حيث الزمان. إيش بقى عندنا؟ ها؟ عنوان ثالث وهو شنو؟ التراخي. التراخي شنو؟ حدث يأتي من بعد شنو؟ حدث، وبين الحدثين مدة طويلة، مهلة طويلة. فإذا الأول بنفس الوقت، الثاني واحد بعد الثاني بس ماكو مهلة مباشرة، الثالث حدث بعد حدث مع وجود شنو؟ المهلة. هاي شنو شاهدها بالقرآن؟ هذا شنو شاهده بالقرآن؟ أقول لك، أنا أقول لك
شلون خرجوا من ديارهم وهم ألوف. ثم تقول الآية: فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. هاي ثم تفيد التراخي، التراخي يعني من بعد ما أماتهم أحياهم، المدة قصيرة أو طويلة؟ طويلة. ثم أحياهم شلون طويلة؟ يعني ماتوا، انتبه لي، لحومهم راحت، عظامهم صارت نخرة رميم، يعني من بعد ذلك رب العالمين شنو؟ رجع للحياة. الطريف احنا لما نعتقد انه أئمتنا يرجعون، يجي يقول لك اللي يموت بالدنيا ما ممكن ان شنو؟ ان يرجع، ما ممكن بالدنيا ان يرجع. نعم بعد نفخة الصور الثانية يرجع ممكن، الله قال اما قبل نفخة الصور ماكو واحد يرجع بالدنيا، من يموت يموت بعد ما يرجع. نقول لهم يا ابا ذولا آلاف رب العالمين اماتهم بالدنيا واحياهم وين؟ لا احياهم هم بالدنيا، اي آخرة؟ وين آخرة؟ ألوف طلعوا قالهم موتوا ماتوا رجعوا بالدنيا، أي آخر؟ إحنا وين وين الآخرة؟ إحنا الآن أكو آخرة الآن؟ لا بزمنهم أكو آخرة ولا بزمننا أكو آخرة، بعد الآخرة، الآخرة من تقوم القيامة، وين الآخرة؟ ما شفناها بعدنا، تجي الآخرة بالدنيا. هذا الحكي مثل جماعة موسى بني إسرائيل لما راحوا إلى الميقات، رب العالمين قتلهم يعني بصاعقة موتهم لما أرنا الله جهرة كذا. بعدين موسى قال لربي شو أنا بالقوة قنعت بني إسرائيل، جمعوا لي كبارهم حتى يشهدون أنت مكلمني، الآن أنت موتتهم أنا أرجع، شو أقول بني إسرائيل؟ يقولوا لي قتلتهم، يقولوا لي متفق أنت وجماعة أخذ كبارنا تقتلهم، شو يخلصني؟ رب العالمين رجعهم بالدنيا، أحياهم بالدنيا ورجعوا. يا موسى ماتوا ورجعوا. عزير مات ورب العالمين شنو؟ رجع. مات 100 سنة عزير ورجع. القرآن يقول كالذي مر على قرية وهي خاوية، نعم أماته الله 100 عام ورجع بالدنيا، رجع عزير. طبعا هسه ليش موتها ليش رجعها؟ أنا وايكو حاجة عافوني، يمكن الشباب هذا المشكلة، إذا شفت الشباب عافوني، بعد ما عندي واحد أسولف، هاي فالمشكلة عندي ابد، اريد تفاعل، يعني اريد انا وياكم نسولف، اذا شيء ما هذا شفتوه ما ادري شلون اقول لي اغير راسه، شو تسوي اخو؟ اريد نستفيد. هسه ليش موته 100 عام ورجع؟ رب العالمين حكيم يوم مو حكيم؟ رب العالمين يسوي شيء عبث؟ ما يسوي شيء عبث، حكيم رب العالمين. اخو ليش موته 100 عام؟ انا شفت بعض المفسرين يقول حكايه حلوه، يقول هاي العلوم اللي تحمل طابع غيبي تحملها مو سهل، يحتاج مده طويله تتفهمها تتعلمها. النبي على مستوى عزير لما راد يعرف المعاد الجسماني، أرني كيف تحيي الموتى، رب العالمين قال له تحتاج تموت 100 سنة وروحك تبقى معلقة وتشوف جسمك شو يصير بيه، ببرا 100 سنة روحك نرجعها لجسمك حتى تعرف أنا شلون أحيي الموتى. أنت تحتاج درس عمره 100 سنة حتى تعرف إعادة الموتى شلون يصير. فهاي العلوم اللي تحمل هذا الطابع تعلمها تتصوروا سهل؟ ليش ما تجاوبوني؟ بعضه يحتاج 100 سنة، يحتاج 100 سنة مو على مستواي العلمي ومستواك، على مستوى عزير النبي يحتاج 100 سنة. زين مستواي ومستواك ايش قد نحتاج؟ وتفكر بعد، على مستوى عزير النبي يحتاج 100 سنة يا الله يتفهم المعاد الجسماني الذي حار فيه الفلاسفة. لعلمكم الفلاسفة ما يعتقدون بالمعاد الجسماني، يقولون المعاد روحاني. فلاسفة يقولون المعاد روحاني، ما يعتقدون المعاد جسماني. وطرحوا عدم تفهمهم للمعاد الجسماني خلوه بأطر، وأنا ما أريد أسوي البحث كلش تخصصي وتعبكم وجزعكم، هاي المشكلة. طرحوا عن يعني قولبوا عدم تحملهم للمعاد الجسماني بقوالب علمية، سموها شبهة الآكل والمأكول، سموها شبهة استحالة إعادة المعدوم، عنونوها بعناوين عديدة، وهي أبحاث تخصصية ما قطع على المنبر. وشلون نرد عليهم؟ أصلا هي هاي الآية رد على المعتقدين بمعاد جسماني، قال راوين شلون رواه شلون ما يصير معاد جسماني؟ هو مات برا 100 سنة رجعه، شلون رجعه هنا يرجعه هناك؟ شلون رب العالمين آخر سورة ياسين ضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام؟ يقول شلون؟ يقول يحييها الذي أنشأها أول مرة. خو العاد عزير بعد 100 سنة يقدر يعيد غيره؟
قبل القيامة، بس تحتاج 100 سنة. بل أقولكم حتى قضية أخرى أنا هسه ما محضر لها، ولهذا ما مو ببالي آيتها، ولكن أستعين بالباحث القرآني، خلي أكتب حقوبة حتى طلع لكم الآية. حقوبة، شوفوها وياها. وإذ قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي شنو؟ حقوبة. شنو موسى يقول أمضي حقوبة؟ حتى يلتقي بالخضر، لأن الخضر كان عنده مجال علم غيبي ما كان موجود عند موسى، فراد يتعلم هذا المجال. قال للفتى، هاي آية قرآنية بسورة الكهف، قال للفتى، قال أبلغ مجمع أو أمضي حق أو أمضي حقوبة. حقوبة تدرون يعني إيش كثر؟ 80 سنة. الحقب في لغة العرب إيش كثر؟ 80 سنة. فقال له مستعد أمشي 80 سنة بس حتى ألتقي بالخضر وأتعلم الاختصاص العدة. فهاي العلوم الإلهية بعض الأحيان تحتاج، مثل موسى يحتاج 80 سنة، مثل عزير النبي يحتاج كم سنة؟ 100 سنة. زين أنا وياك إيش قد نحتاج حتى نتفهمها؟ الحكي مو سهل إخواني، خاف تتصورون يعني الدين بسيط كما يحلو للبعض أن يتصور أو يصور. الدين ما أبدا، عجيب بعض الناس، عجيب، هو ميف وما فاهم أصلا شيء يتصور له، وش سوي له؟ الحكي مو سهل. بس دخل لنشتت البحث زايد، هذا صار تشتت زايد، لنشتت زايد. أنا شنو الجامع على هذا الكلام؟ أنه زكريا من خلال الدعاء خرق الناموس الطبيعي وما خرقه، خرقه. هنالك دعا فنادته، هذا عبرنا عنه شنو؟ فنادته تعقيب، عبرنا عنه شنو؟ تعقيب. ووراي جي التراخي، وقبل شنو؟ المصاحبة. أحسنتم جزاكم الله خير. فهنا الأحداث اللي يجمعها هنا جامع شنو؟ جامع زماني، جامع زماني. طبعا هسه هنا أنا أقدر أدخل بموضوع آخر، كل الشم حلو ومفيد ومعلومات كثيرة وما أدري. هسه ما دام وصلت للجامع الزماني والزمان وأهمية الزمان والمتكلم هم زمان بعد، خو أقدر هنا أنا يعني أطرح مواضيع حلوة، خصوصا هو نفسه ارتباط بدعاء الحسين. الحسين عليه السلام ليش آخر دعاء في حياته يدعو بهذا؟ يعني أصلا خلي أقول كلمة أخرى، إذا وصلنا هذا ما صور راح أوصل لهنا هذا البحث، لأن يعني أنا قسمت أدعية الحسين إلى أدعية العامة، أدعية الخاصة مثل عرفة، وقسمت أدعية في يوم العاشر عند بعض أصحابه وعند بعض أهل بيته وعند مقتله، هيك قسمت، لأني بعدني ما وصلتهن، بس من أوصلهن راح أقول ليش الحسين عليه السلام لما يبدي مقتل أصحابه يدعو، لما أهل بيته علي الأكبر غيره القاسم الرضيع، لما كل واحد ينقتل من أهل بيته الحسين شنو؟ يدعو. ليش عند مقتله هم شنو؟ يدعو. ليش بعرفة يدعو؟ يختار أيام خاصة، أحداث خاصة، زمان خاص. التأثير الزمان إلى تأثير بثقافة الدعاء دينيا يوما إلى تأثير، الزمان إلى تأثير بثقافة الدعاء دينيا يوما إلى تأثير. يعني خلي أضرب لك مثال، لا راح أقوله البحث، راح أقوله حلو، حرمات أحرمكم منه، حلو راح أقوله. أنا قارب مستدرك وسائل، مستدرك الوسائل للشيخ النوري رحمه الله، عفتوني، قارب مستدرك الوسائل للشيخ النوري رحمه الله. الإمام يقول هسه ما أدري الإمام الصادق أو غيره، بس كون أتذكر أنا ما كان ببالي هذا راح أحكي ذي الليلة، أحكي لكم صدق يعني ما كان ببالي، فمطالعة قديمة أعتمد على ذاكرة عمرها 10 سنين، 12 سنة قاري هاي الموسوعة، فأعتمد على 12 سنة قبل، يعني إذا ما أتذكرت إن أربعتهن تحملوني خوبة بعد، مو هذا. أتذكر الإمام يقول عليه السلام 4 أمور عندها يستجاب الدعاء، 4 أمور يستجاب عندها شنو؟ الدعاء. إيش يقول الإمام؟ المصدر مستدرك الوسائل ببالي، مستدرك الوسائل. هسه هم ما أدري يا إمام الصادق الباقر ما أتذكر، إن شاء الله أقدر أتذكر هذه الأربعة. شنو يا ابن رسول الله؟ يقول عند هبوب الرياح، عند شنو؟ هبوب الرياح، من تب الريح أنت شنو؟ ادعو الله يستجيب. إيش يقول الإمام عليه السلام؟ هذا 1. 2،
يقول عند زوال الأفياء. زوال شنو؟ الأفياء، يعني الجو لما يبدي يميل لليل، الفي يروح لو ما يروح، هنا يستجاب الدعاء. ادعو. هاش قصار؟ اثنين ثلاثة. عند نزول القطر. شنو نزول القطر؟ المطر. ذكرتني الحمد لله، أربعتين ذكرتني، نسي قلنا ايش كثر؟ ثلاثة بقت واحدة. زين الرواية ذاكرها. عند نزول القطر المطر. هاي ثلاثة. أربعة. يقول عند أول قطرة تسيل من دم شهيد في سبيل الله. أول قطرة تطيح من دم الشهيد، أنت شنو؟ ادعو الله، الله يستجيب. بعد أنت أعرف سيد الشهداء من يستشهد واحد من أصحابه ليش يدعو؟ لما يشوف علي الأكبر على الأرض ليش يدعو؟ لما هو ينزف دم على هنا كما بهذا الدعاء كان ينزف دم ويقول له إله اللهم متعالي المكان عظيم الجبروت، ليش يدعو عندما كانت جراحاته تشخب شنو؟ دما. ليش يدعو لما أصحابه يلقاهم على الأرض؟ ليش يدعو لما أهل بيته؟ ليش كان يدعو الحسين عليه السلام؟ لأن عندنا في الروايات أنه مورد من موارد استجابة الدعاء عند شنو؟ عند أول قطرة من دم شهيد السيل. إذا تدعو الله يستجيب الدعاء، تفتح أبواب السماء لدم الشهيد. فأنت لما تدعو الدعاء يخترق أبواب السماء. أقول يا إخوان كل شيء بيه فلسفة، كل شيء بيه شغل، والله لم هذا الدين متين. رسول الله يقول الدين متين فأوغلوا فيه برفق. هذا الدين كل ما تتعمق به تلقى فد شبكة دقيقة متراصة بمنظومتها الفكرية على مستوى العقيدة والشريعة والأخلاق، ما تلقى خلل، ما تلقى شيء مو بمحله. وهذا بحد ذاته إعجاز. إعجاز هذا بحد ذاته شنو؟ إعجاز. ما أدري الزمان إلى تأثير بالدعاء يوم ما إلى تأثير الزمان. هسا أنا جبت الجامع الزماني وجبنا ثلاث موارد وبعد سجد بال الزمان إلى تأثير في الدعاء، استجابة يعني سرعة استجابة أو شنو أو بطء استجابة أو عدم استجابة. أصلا الزمان له تأثير. الجواب شنو؟ نعم. الجواب نعم. ولهذا شوفون أئمتنا خلونا أوقات خاصة، قالوا هاي شنو يستجاب بها الدعاء، خلونا أوقات، خلونا مناسبات كما في هاي الرواية وغيرها، خلونا ليالي خاصة، خلونا أوقات خاصة، خلونا طريقة خاصة غير الزمان. طريقة نفس طريقة الدعاء هم تؤثر في استجابته. زمان يؤثر في استجابته، مكان يؤثر في استجابته كما بالكعبة تحت قبة الحسين، هذا مكان وزمان وهيئة وأحداث كما ذكرت قبل قليل. هاي كلها تؤثر في استجابة الدعاء، سرعة الاستجابة، بطء الاستجابة، أو بعض الأحيان شنو؟ عدم الاستجابة. كلها إلى تأثير. هسا ما دام جبت الزمان والجامع الزماني، أفتح قوس لكم خلقي ولا؟ أكو بحث هنا أنا هواي حلو وراح تلتذون بي، أنا أدري راح ينعش صدوركم إن شاء الله تعالى. خلوني أقوله ما دام جيت الجامع الزماني، هنا أكو كلام والزمان إلى مدخلية باستجابة الدعاء والارتباط بالدعاء. خلوني أفتح هذا القوس وأسده بسرعة إن شاء الله تعالى. أقول لكم قضية شباب، طبعا الزمان الآن يعبر عنه بالبعد الرابع، حكي عدلي ولا؟ الآن بالدراسات التخصصية يعبرون عنا البعد الرابع، يعبرون عن الزمان. خو الزمان أيها الإخوة خلق مع خلق الكون، أوجد مع خلق الكون، فهو شلون أعبر؟ فهو متداخل بالشنو؟ بخلق الكون، نسيج متداخل، ما تقدر تفصل بعض عن شنو؟ عن بعض، ما تقدر. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن للزمان بداية وللزمان شنو؟ نهاية. بما أنه إن وجد مع خلق الكون، الكون له بداية وما له بداية، له بداية له نهاية وما له نهاية. خذتوا أمامكم إذا الشمس كورت كذا النجوم انكدرت، يعني إلى نهاية وما إلى الكون إلى نهاية.
والزمان والكون متداخلان متداخلان، ما يقدر تفصل أحدهما عن الآخر. فمعنى ذلك أنه الزمان إلى بداية يوم ما إله، ها؟ إله، وإلى نهاية يوم ما إله، إلى نهاية. هذا أول محطة خلوني أقولكم بيها، انتبه لي. المحطة الثانية، الزمان هو الوقت، والوقت منه ما هو طويل نسبيا ومنه ما هو شنو؟ قصير. يعني أضرب لك مثال، أنت الآن هذا يومنا، أو ليش يومنا؟ الساعة، الساعة تتكون من دقائق وشنو؟ وثواني. تعتبر طويلة نسبيا هي قصيرة، ها؟ قصيرة. تعال للأيام، الأيام تتكون من شنو؟ من ساعات، مو شي؟ خو تعال للشهر، الشهر يتكون من شنو؟ من أيام، بدأ يمتد الوقت يطول، صحيح ولا؟ خو تعال للسنين، السنين تتكون من شنو؟ من أشهر. شوفوا قاعد نصعد، الوقت بدأ يمتد. فالزمان منه ما هو طويل ومنه ما هو شنو؟ قصير. وهذه محطة ثانية مهمة أيضا، شنو؟ التفتوا لها. المحطة الثالثة، باعولي شباب، هذه أبحاث حداثية حلوة جديدة. ثلاثة، الزمان منه ما هو تقليدي. طبعا قبل هذا خلي أقول محطة أخرى أنا تذكرت. شنو المحطة الأخرى؟ نقدر نعرف إيش قد أقصر مدة زمنية لو ما نقدر نعرف، وإيش قد أطول مدة زمنية لو ما نقدر نعرف. ما أدري هذا سؤال حلو ولا. نقدر نكتشف أقصر مدة زمنية أو أطول مدة زمنية، نقدر نكتشف؟ حتى الآن العلم اكتشف ذلك؟ الجواب شنو؟ كلا. الجواب شنو؟ للآن ما اكتشف العلم آخر مدة زمنية اكتشف العلم للآن؟ أبدا. يعني أضرب لكم مثال، عفتوني؟ أضرب لكم مثال. يقول أهل الاختصاص، بعض المخلوقات هسه شو نعبر عنها، بعض مثلا الجينات الذرية أو غير ذلك، ما أعرف شو نعبر عنها، كون نشوف تعبير أدق من الجينات. يقول أهل الاختصاص هاي تولد وتعيش وتموت، تولد وتعيش وشنو؟ وتموت بجزء من 1,000,000,000 من جزء من الثانية. أنت متصور الرقم يوم ما متصور؟ ها؟ شنو يعني؟ يعني شوف الموضوع إيش قد معقد وصعب. تولد وتعيش، لما سلطوا عليها المجاهر قالوا عاشت، وبعدين شنو؟ ماتت بجزء من 1,000,000,000 من جزء من الثانية، من الثانية. زين هاي شو تخلي لها؟ شنو شو تخلي لها؟ هيك موضوع الوقت معقد، الزمن شنو؟ معقد وصعب، هيك لهالدرجة. هذا مو أنا أقول، الاختصاص يقولون. هسه هاي هم محطة ثالثة مهمة التفتوا لها. أما المحطة الرابعة، بثقافة الدين، باوعوني بثقافة الدين، القرآن يقسم الزمان إلى قسمين، زمن تقليدي وزمن غير تقليدي، نقدر نعبر عنه بين قوسين نسبي. الزمن التقليدي المرتبط بالأرض، اللي يعرفوه اللي قبلنا ونعرفه الآن واللي من بعدنا هم يعرفوه. الزمن اللي بالأرض المعروف من خلال الثواني والدقائق والساعات والأيام والأشهر والسنين والقرون، هذا نعبر عنه زمن شنو؟ تقليدي. في ثقافة القرآن الكريم أكو زمن آخر غير هذا الزمن، غير تقليدي، وبعوالم أخرى غير عوالمنا. هذا اللي أينشتاين يعبر، اللي يتكلم عنه بنظرية النسبية. يعني نقدر نعبر عنه زمن شنو؟
نسبي مو الزمن التقليدي. فصار اكو عندنا زمان واحد يو كم زمن عندنا؟ صدقني كم زمن عندنا؟ كم زمن عندنا؟ مو زمان واحد، كم زمان عندنا؟ تقليدي ونسبي، والنسبي على اقسام كما الان سأبين ان شاء الله تعالى. ما اريد اتعبكم بس هاي ثقافة عامة حلوة كون نتعلمها، ثقافة عامة هاي. ما متعمد اطرح مثل هاي المواضيع واتعبكم، بس هاي ثقافة عامة شبابنا مفيدة. احنا الان عايشين بالزمان، وغير ان نعرف شنو الزمان. طبعا هاي هم المحطة الرابعة. اما المحطة الخامسة تقول تسألني تقول تقول القرآن قسم الزمان الى قسمين، تقليدي وشنو؟ ها؟ ونسبي بعالمنا وعالم شنو؟ آخر، بل في عوالم شنو؟ أخرى. القرآن وضح ذني العالمين بتفاصيل وما وضح؟ الجواب نعم وضح، القرآن بيّن هم التقليدي بيّنه بتفاصيله، وهم النسبي القرآن شنو؟ بيّنه شنو؟ بتفاصيله. حسنا تقول لي شلون؟ أبدي بالتقليدي، بس هنا أنا بعد عندي شبكة آيات، بعد تكون نستعين بكتابة الآيات، شبكة عندي كبيرة هنا من الآيات. أما الزمن التقليدي باوع لي أرجوك، الزمن التقليدي القرآن الكريم بيّن من خلال الزمن الطويل والزمن القصير. شلون الزمن الطويل والزمن القصير؟ مثلا القرآن لما يعبر القرون الأولى، القرون الأولى زمن طويل وقصير، قرون الأولى طويل. زين القرآن لما يعبر 50,000 سنة، أو هسه مثلا جيب آيات أخرى أنه 1,000 سنة، 1,000 سنة قليل وطويل، ها؟ أي طويل 1,000 سنة. أو القرآن لما يقول كل يجري لأجل مسمى، هاي الشمس تجري لأجل مسمى، يعني لفترة معينة خالها رب العالمين. الفترة اللي رب العالمين خال بيها الشمس طويلة وقصيرة، هاي الشمس من زمن آدم شغالة شنو؟ لليوم. فالأجل المسمى هنا أنا قصير وطويل، المدة الزمانية طويلة هنا أنا جدا طويلة، للآن ما خلصت من آدم ولليوم، وما ندري شوف تقوم القيامة الشمس موجودة تشتغل. فهذا نقدر نعبر عنه زمن تقليدي شنو؟ طويل. أكو زمن تقليدي قصير في ثقافة القرآن، مثل شنو؟ لا يستأخرون ساعة، الساعة الشنو؟ الساعة، الساعة لما تخليها أمام القرون الأولى وأمام أجل الشمس تكون طويلة وقصيرة، الساعة تصير قصيرة. مثلا ارتداد الطرف، يرتد إليك طرفك، قصير وطويل، قصير رمشة عين. مثلا كلمح البصر، قصير وطويل لمح البصر، قصير. مثلا إلا من خطف الخطفة، قصير صحيح ولا قصير؟ فبالنتيجة الزمن التقليدي القرآن لما يذكره يذكره بشنو؟ بقسمين، زمن طويل ممتد وزمان شنو؟ قصير. طبعا هسه الزمن التقليدي ذكر القرآن من خلال اليوم فصيام 3 أيام، ذكره القرآن من خلال الشهر شهر رمضان، هذا كل زمان. ذكره القرآن من خلال السنة لتعلموا عدد السنين، ذكره القرآن من خلال القرن القرون الأولى. نفس اليوم القرآن ذكر تفاصيله، والفجر والضحى والعصر والليل، هاي تفاصيل شنو؟ اليوم التقليدي ذكرها القرآن، يعني ذكر الطويل وذكر القصير، ذكر التفاصيل وذكر أجزاء التفاصيل على مستوى الزمان شنو؟ التقليدي. زين احنا قلنا القرآن ذكر فقط الزمان التقليدي والتقليدي والنسبي الغير تقليدي، ها؟ وذكر النسبي غير التقليدي مثل شنو؟ غير التقليدي مثل شنو؟ أضرب لك مثال، أضرب لك مثال. رب العالمين يقول بسم الله الرحمن الرحيم خلق السماوات والأرض في شنو؟ ها؟
في ستة أيام. هنا ستة أيام الزمان التقليدي وغير التقليدي. ست أيام يعني ست مراحل، كل مرحلة لعله تعادل ملايين السنين حسب زماننا التقليدي. خلق السماوات في ستة أيام يعني ست شنو؟ ست مراحل. فسمى المرحلة شنو؟ يوم. هذا اليوم نفس يومنا هذا حسب الزمان التقليدي وزمان آخر، زمان آخر نعبر عنه شنو؟ النسبي. فإذا القرآن أشار إلى زمان تقليدي، وهذا ذكرنا تفاصيله. القرآن أشار إلى زمان شنو؟ نسبي، يوم لعله يعادل ملايين السنين من أيامنا وشهورنا الموجودة بالزمن التقليدي. آية ما شاء القرآن في ستة أيام ست مراحل، ما ندري كل مرحلة يعني شكثر حسب حسابنا التقليدي، زماننا التقليدي. تعبتكم؟ هاي المسألة مهمة التفتوا لها. أقول ثقافة الزمان في القرآن مو ثقافة سهلة، ثقافة خطيرة جدا، واسعة كبيرة ثقيلة عميقة دقيقة، تحتاج شغل كثير. هسه أنا قاعد أذكرها على مستوى عناوين، أهل الاختصاص بهاي الأمور يفهموها أكثر مني بمجالهم. انتبه لي زين. الزمان النسبي غير التقليد القرآن ذكره بس بخلق السماوات والأرض، أنه ست أيام والأيام مراحل والمرحلة ما ندري ايش كثر تعادل بزماننا التقليدي. لا مو بس هذا، مو بس شنو، مو بس هذا. أعطيك عنوان آخر ذكر به القرآن الزمان النسبي، وإن كان الوقت خلص. شنو العنوان الآخر؟ العنوان الآخر مثلا النوم. الشنو؟ النوم. وعالم النوم وزمانه غير عالم خلق السماوات والأرض وزمانه، يعني يشتركان بالزمان النسبي بس ذاك بعالم وهذا بعالم شنو؟ آخر. وحسابات ذاك العالم بالنسبي غير حسابات هذا العالم بالشنو؟ بالنسبي أيضا. شلون يعني النوم؟ أصحاب الكهف إيش قد ناموا أسألكم؟ ها؟ 309 جواب صحيح. بعالمهم بعالم النوم إيش قد حسبوا نومهم؟ يوما أو بعض يوم. هذا اليوم أو بعض يوم في عالمهم لما القرآن خلاه أمام حسابنا التقليدي إيش قد صار؟ 309. فصار هناك الزمن نسبي وتقليدي. نسبي زين. هذا عالمهم الزمن بيه نسبي، نفسه بخلق السماوات وستة أيام مراحل لا يختلف، ذاك يختلف عن هذا. فالنسبي هم شنو؟ أقسام، وكل قسم إلى حيثيات خاصة. وتعال تكشف هاي الحيثيات. تو ياي لو مو ياي؟ شوف الشغل شلون قاعد يصير، شوف الشغل شلون قاعد يصير إخواني. هاي أبحاث ما مطروح على المنبر، جديدة التفتوا لها، أبحاث جديدة هذه ما مطروحة. هذا اللي هو 309 هم اعتبروا يوم أو بعض يوم كما يقول القرآن الكريم. عادل بزمننا التقليد 309 سنة يوم أو بعض يوم. فإذا حساب عالم المنام من حيث الزمان نفس حساب عالمنا لو يختلف؟ ها؟ يختلف. زين هسه تقول لي الزمان النسبي تبينه فقط من خلال خلق السماوات وستة أيام ومن خلال عالم النوم وأصحاب الكهف؟ لا، أكو عندي بعد موارد أخرى. أكو عندي شنو؟ موارد أخرى. زمنهن نسبي وحسابهن يختلف عن الموردين الأولين، يختلف حسابهن يختلف. يا زمان هذا ما أؤجله إلى الليلة آتي. خو ما نعطيكم إياهن الليلة كلها، الحرامات خو الليلة كلها نقول. خو باكر شو نقول؟ معلومات مو كذا نقولها. الباقي نؤجله إلى الليلة الآتية إن شاء الله تعالى. الليلة تعبتكم أدري، أدري تعبتكم شوية الليلة، الموضوع صار شوية بصعوبة جاف أدري، بس هو مفيد يفتح عقولكم على آفاق قرآنية معمقة جديدة،
آفاق عجيبة في القرآن الكريم. شو يسوي القرآن الكريم؟ هذا فقط على مستوى الزمان شو يسوي القرآن الكريم، على بقية المستويات شو يسوي القرآن الكريم؟ خول عائلة إلى الآن بالكوفة، خلونا نروح الآن إلى كربلاء يكفي. عائلة الحسين عليه السلام إلى الآن وين؟ في الكوفة. وتعلمون بالكوفة العائلة مرت بمصائب كثيرة وآلام كثيرة جمة. نحاول احنا كل ليلة نذكر فد محطة من محطات الكوفة الحزينة في هذه الليالي إن شاء الله تعالى. نحاول كل ليلة نخلي الإصبع على جرح من جروح الكوفة وعائلة الحسين صلوات الله وسلامه عليه. واحدة من آلام الحسين الكبرى ومن آلام عائلة الحسين الكبرى أعبر الكبرى، والله واحد من يذكرها يعني يتألم من الداخل كثيرا، أنه عائلة الحسين وقفوها بالسوق العام، بالسوق العام سوق الكوفة الكبير اللي يعبر عنه بالكناسة اللي هي المكان العام اللي تجتمع به الناس. زيد ابن علي صلبوه بالكناسة، بالكناسة أو الكناسة، زيد يعني المكان العام يصلبون به يقتلون به كانوا. العائلة وقفوها بهذا المكان العام والناس تتفرج عليها، اليسوى والميسوى، تتصفح وجوه العلويات الناس، وهذا صعب واقعا صعب. هذا الأمر أثار بعض عشائر الكوفة، أنه نساء واقفة بسوق والناس تباوع لها، على شنو؟ قتلتم الرجال ليش تسوون النساء؟ فبعض الناس ثارت ثائرتهم بالكوفة. هذا تصرف أحمق ما له معنى، بس المشكلة ما ثارت ثائرتهم على آل رسول الله، ثارت ثائرتهم على نسائهم. شلون على نسائهم؟ أصحاب الحسين نسائهم كل وحدة من عشيرة كما تعلمون أصحاب الحسين، وكثير من أصحاب الحسين نسائهم كانت وياهم بكربلاء. فلما قتل الأصحاب وقتل سيد الشهداء عليه السلام، النساء بقت ويا من؟ بقت ويا السبايا. فذن النساء هم وقفن بالسوق حال حال السبايا والناس تتفرج عليهم. عشائرهن بالكوفة خو تعرفهن، هاي من آل فلان وذيك من آل فلتان وهاي من آل علان وهكذا. فعشائرهن ضاجن من هالتصرف هذا، ما قبلوا. اجوا الابن مرجانة، الابن مرجانة ابن أمه، يعني ما كان عنده أبو، ما كان عنده أبو، قتلت الحسين ما عندهم آباء، ميلهم آباء، أمهاتهم ذوات رايات، كل واحدة عندها فندق 5 نجوم، قتلت سيد الشهداء، كلهم أبناء ذوات رايات، وكل من قتل معصوم مو ابن حلال، كلهم أولاد حرام. المقصود اجوا الابن مرجانة قالوا له يا ابن مرجانة نسواننا ما يصير الناس تباوع الوجوه تصفح وجوههم، ما يصير، هاي من آل فلان وذيك من آل علان واحنا عشاير وان كرامتنا وان وجودنا وان، ما يصير، تبا لهم ولعشائرهم والكرامتهم اذا عندهم كرامة، والله ما عندهم ذرة من الكرامة، لو كان عندهم كرامة كان دافعوا عن عرض محمد، بس ما عندهم كرامة. ولهذا رب العالمين هم بعد قتل الحسين دلهم، دزلهم الحجاج ولعبيهم جولة ودزلهم، ما خلى واحد ظالم ما دزلهم إياه، وما خلى عندهم كرامة، سحقوهم وداسوا أعراضهم وأهانوهم بعد قتل سيد الشهداء. الله أذل الأمة الحرة، يزيد دزلها مسرف ابن عقبة 3 أيام ما خلى حجر على حجر، ما أرد أسولف، المنبر إلى حرمة والمكان إلى حرمة، ما خلى حجر على حجر، ما خلى عرض سالم يزيد ابن معاوية، هتكهم قتلهم، الله ذلهم بعد قتل الحسين، أذل الأمة أذلها، طحنها رب العالمين بعد مقتل الحسين، يستحقون الأمة لما تخذل حسينها هاي نتيجتها، هذا عارها اللي يكون تتحمله. المقصود قالوا مشتردة جايين على شنو انتو؟ قال يا جايين نريد نسواننا، انتو قتلتم الرجال يا ابن مرجانة، انطونا نسواننا، انطونا نريد نسواننا.
نسوانا شو تفترون بيهن؟ ابن مرجانة سأل ربعة مستشاري قال له ولا حكيه بصدق، هسه الكوفة هي صايرة هوس، احنا ليش نزيد يعني الطين بلة؟ طيهم نسوانهم خلنا نخلص منهم، ليش نأججهم علينا؟ قالهم انطوهم نسوانهم. فجاءت العشائر إلى ركب الحسين المسبي وقام يصيحون شكو مرة من آل فلان خد تطلع طلعا، شكو مرة من آل علان طلعت، من آل فلتان طلعت. وما إجا شريف غيور عند دين وحمية ومروءة وداعب العلويات قال ذان بنات رسول الله، كل من أخذوا نسوانهم وراحوا وخلوا بنات رسول الله واقفات بالسوق وبحت، بحيث زين العابدين. يعني هذا الحكي حقيقة يوجع القلب يا إخوان، شحكي والله ما أدري شحكي شنو أقول، ما أعرف، ما الواحد يقتل نفسه والله العظيم. إخوان أنا أحكي عن بني هاشم، تدرون شنو بني هاشم؟ بني هاشم بني هاشم أهل الغيرة والحمية والمروة، بني هاشم. أنا هاي القصة من نقراها تحرق دمي تفور دمي. أبو النبي كان يمشي يم الكعبة وكان أبو جهل هالشلة هاي كبار مكة يعتبروه قاعدين يم الكعبة، فشالة وقمامة وكذا ذبوها على النبي. فالنبي إجا لأبي طالب لعمه الصديق المعصوم الوصي أبو طالب سلام الله عليه، إجا النبي شاف ملابس النبي كلها تراب ووسخ وقال له شبيك محمد يا ابن أخي؟ قال له ذولا أبو جهل وربعة وأبو سفيان ذبوا علي قمامة وذبوا علي كذا. أبو طالب عمره 90 سنة رجال كبير، قال له محمد الطين سيفي. هاي بنحشك عن بني هاشم، ذولا بني هاشم، بني هاشم حمزة، بني هاشم جعفر، ذولا من يقف أمامهم؟ قال الطين سيفي ولدي محمد، أنطاه سيف عمره 90 سنة أبو طالب رجال كبير، جاب محمد من إيده وجد الكعبة. هم قاعدين طبعا الهوى ما يوصل الآنافهم من الغطرسة وخدمهم حرسهم حماياتهم حشمهم شيوخ مكة طغيان وفرعنة، الهوى ما يوصل الآنافهم من الطغيان، قاعدين مسوي لهم مكان خاص بفناء الكعبة وقاعدين وخدمهم وحرسهم. أبو طالب يرجف سيفه بيده قال له محمد منو أذاك منهم ذول القاعدين؟ قال له هذا هذا هذا. اجى ابو طالب شال القمامه مسح وجوههم وعمائمهم، قام يمسح يجيب القمامه يخليها على عمامته يمسح وجهه لحيته هاي اللي تارسها عطر ترسها بالقمامه مسحها وقال لهم الرجال بيكم الايدة توصل السيفه، الرجال وانا ابو طالب، انا ابو علي وابو جعفر، ايه انا علي، الرجال بيكم اللي مديد السيفه والله لأقطعها قبل لا توصل السيفة، واللي مديد على محمد أقطع رأسه من اليوم فصاعد. سكتوا، صاروا أمام أبو طالب جبناء أذلاء، جبن وذلة، وأخذ النبي وراح. ذولا بني هاشم هاي العزة، يعني توقع لو أبو طالب يشوف بنيات، أبو طالب شاف محمد ومحمد رجل اتصار بي قام يرجف، لو أبو طالب يشوف بنياته بالسوق تتفرج عليه أن يسوى وإنه شو يسوي؟ هاي مو مال واحد يقتل روحه على المنبر يموت ألما على آل محمد؟ اتوقع هذا أبو الغيرة أبو طالب يو حمزة 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 بطل الحروب يو جعفر يو علي بن أبي طالب، ها يشوف بنياته واقفات بسوق وواحد ما يسواله فلس يتفرج على العلويات. لو قمر العشيرة أبو فاضل مثلا، هذا أبو الغيرة أبو الحمية مثلا، زين العابدين مكتف الإمام سلام الله عليه يقول أنا متت من الألم لما أشوف يأخذون نسوانهم، يقولوا استحيت أباوع العمت زينب فحانت من التفاتة إلى عمتي نظرت لها بطرف عيني، يقول شفتها تنظر يمينا وشمالا، قلت لها شبيت عمت باوع عيني من يسرى؟ قلت لش صاير بهن ولا لفون. يا وصفة يا وصفة يا وصفة يا وصفة، يا بش صاير بهن ولا لفونا وبين الأجانب ضيعونا، يدرون دينا راح أخونا ننخى ولا جن يسمعونا، يا بي أهل الحمية ما تجونا من يد العاد تخلصونا. عاد انهضمت زينب دزت رسالة صاحوا من يرقى السبوق ويقطع البر، من يرقى
أكبر بين بيوته يقوم يتخطر ويطر ديوان عبد المطلب طر وينادي وين حمزة وين جعفر. واسفع عليكم بني هاشم يا بينادي وين حمزة وين حمزة وين أسد الله وين حمزة وين جعفر وين جعفر ظلا بالبرار بناتحة يا ما ظلا بالبرار بناتحة. بعد ايش قالت زينب؟ صاحت واجب يا اهلي تدرون واجب واجب علوياتكم بين الاجانب يا بعلوياتكم بين الاجانب عجزنا من البكي ونام الخرايب يا محمد يا صديد الحرايب يا اخوي لابن الحنفيه يا بي صديد الحرايب كل من يدعي بحقه ويطالب بيت الدعاء واسالكم الدعاء. صحت يا طير روح الكربلاء وسلم عليها يا اقروا وياي يا طير روح الكربلاء وسلم عليها واصرخ بعالي الصوت وتسمع البيها شنو زينب على الناقة ومكتفي